الرئيسية هي إنترودكشن لتاريخ ترتيل بأنطاكيا بالقرن العشرين والتاسع عشر والثامن عشر بآخره، يلي هي رشاش صرنا فترة عم نعملها. اليوم هي بيكورة هيك عم نعطي شوي تو تست دو ووتر طلع بيقولوا، يعني كيف هالعالم رح تتفاعل مع الألحان القديمة يلي كانت موجودة بأنطاكيا قبل منتر المر تحديدا. أنا مبسوطة كتير إنه مجتمعين بهيدي الحفلة، خاصة إنه بفترة الصوم والقيامة يلي هي فترة مننطرها من سنة لسنة. أصحاب السيادة والسعادة، الأباء الأجلاء، الجيل الصاعد الأرثوذكسي، أنا كتير فرحان إني شوف كل اللي عم شوفهم، بس فرحان أكتر لمن بشوف الجيل الجديد مهتم بليلة مثل هيدي الليلة، وهيدا هو البرهان انه نحن ابناء هذا المشرق وملح هذه الارض، ما حدا بيقدر يقتلعنا من هون. حضوري اليوم مع جوقة برشيد جبل لبنان هو فرح كبير وشرف لألي، كلهم أخوتي وولادي، ونحن إذا الله راد دايما إيد بإيد لحتى نفرح ربنا ونفرح كنيسته. الأمسية المميزة يلي جمعت أصوات رائعة، كمان جمعت جوقة البنات يلي رجعت اجتمعت بعد سنين طويلة، جوقة البنات يلي اليوم رتلوا مثل الملائكة مجدوا الله بأصواتهم. يعني الأوقات الحلوة بتقطع بسرعة، سمعنا كل شيء يتعلق بالفصح العمق يلي كان موجود، المشاركة بين الشباب والصبايا، الكلام الحلو يلي سمعناه من إيليا. لكن جراح الدنيا تستحيل عندنا ذبيحة. أخذنا عن جد على أجواء فصحية، نحن كتير بحاجة لها حتى ننسى كل هموم الدنيا. أخذتنا جوقة على الغيوم، على الغيوم حيث الملائكة، حيث أعطتنا روح رائعة وارتفعنا معها إلى فوق. جوقة رائعة والتنظيم رائع والأصوات رائعة، وإن شاء الله يضلوا بالهمة ونضلوا رافعين رأسنا. الجوقة اليوم خلتنا نروح على فردوس اللي هو فيه بستان فيه شجر من كل الثمار، وقائد الجوقة استاذ جوزيف يزبك
أرجينا بهالبستان شجرات كتير أساميهم موجودة بتاريخ كنيستنا الأنطاكية حديثة والقديمة، حتى الواحد يشوف هالثمار الشجية لا ذبيحة التسبيح. خلانا أنه نحن نقدر إذا ردنا نصعد بتأملنا لعند الرسل اللي نشروا الكلمة الإلهية.